السلام عليكم ومرحبا بكم في شوا من شوات كوزينتنا. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كيف ما ملاحظين معايا ما غاديش نشارك معكم وصفه من الوصفات او لا شيوه من شوات المطبخ، غادي نشارك معكم لقطات صور وفيديوهات كنت خديتهم خلال زيارتي لدار شوميشه بمدينه الزمور. اذا هاد الزياره جات من بعد ما كنت محظوظه انا ومجموعه من السيدات بالفوز بمسابقه كانت نظمتها شركه عيشه في رمضان اللي فات. هاد الفيديو ديال 2016 غير ما كتبش انني ندير لي المونتاج ونشاركو معكم من قبل. المسابقه كانت الفكره ديالها هي اننا نقترحوا وصفات واطباق اللي غادي تكون غير بمركز الطماطم، ما نستعملوش طماطم طريه. وقامت واحد اللجنه باختيار الوصفات اللي بانوا لها بانهم متميزين، وكان طبق ديالي من بين المحظوظين بالفوز. وتمت الدعوه ديالنا للحضور لمدينه الزمور باش ندوزوا واحد النهار بالكامل مع شوميشه في دار شوميشه. اذا هاد المدينه هي جات على ضفه نهر ام الربيع، معروفه بشاطئ الحوزيه لركوب الامواج، كتواجد ما بين مدينه جديده ومدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه. Thank you.
من بعد ما وصلنا وخدينا الوجبة ديال الفطور، تفرقنا المجموعات، درنا اتوليي كويزين، كل مجموعة حضرت واحد الطبق. من اللي وجدناهم وسالينا وصل وقت الغداء تغدينا، ومن بعد في اخر ديال النهار درنا واحد الجلسة، ديال الجلسة شربنا فيها اتاي ومجموعة من الحلويات هكا، فقط باش نتعرفوا اكثر على بعض ونتعرفوا على هوايات بعض، وكذلك على شنو الاهتمامات ديال كل السيدة اللي كانت حضرات معنا في هاد النهار هذا. ومني بغينا نمشيو، هذه الهدايا اللي كنت وصلت بها، لو تابليي اللي مطروز بدار شوميشه، ومجموعه من المنتوجات ديال شركه عيشه، مجموعه انا من الزيوت كيف ملاحظين معايا، هذا زيت ارغان. انا اول مره كنت كنعرف بانه عيشه كدير غير زيت روميه، اول مره كنعرف بانها كتنتج حتى زيت ارغان، ومجموعة من الصلصات اللي كتباع دابا في المراكز الكبرى، هذا المركز ديال الطماطم اللي معروف، كذلك مجموعة ديال لي كونفيتور، منهم اللي قدام ومنهم اللي جداد. شخصيا عاد تعرفت عليهم في هاد لو بانيي هذا. من خلال هذا الفيديو بغي نشكر شوميشا على حسن الاستضافة، وبغي نشكرها على هاد المسابقات اللي كتنظم كل مرة، لأنه هذه ماشي أول مسابقة نظمات مسابقات أخرى من قبل، وكان حالفني أنا الحظ في ثلاثة المسابقات أنني نفوز فيهم، ولكن هذه الوحيدة اللي تحت لي الفرصة أنني نصور وندير فيديو، لأن من قبل ما كانش عندي قناة. ونتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ودائما ما تنسوش أنكم تشاركوا معايا في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد، ما تنسوش أنكم تفعلوا الجرس، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.